اللي انت عاملاه السنه دي ده في فالنتينو؟ داليا داليا طبعا اكيد كلكم متابعين مسلسل الزعيم عادل امام، وانت طالعه في دور مختلف تماما. نورا فالنتينو. نورا فالنتينو. فالنتينو بقى. فالنتينو لو سمحتي. فعلا. طب قولي لي انت الاول كلموكي امتى علشان المسلسل، ومين اللي رشحك؟ البدايه جت ازاي؟ هي البدايه جت من رامي امام المخرج الجميل، انا كان نفسي اشتغل معاه بقالي كتير، وكنت سامع عنه وعن شغله. فرامي يعني رشحني للدور، وجالي البيت وقعدنا مع بعض وكلمني عن الدور. والحقيقه انا اتفاجئت ان رامي فكر فيا في النوعيه دي من الادوار. يعني عاده مش دي نوع الادوار اللي بتتعرض عليا، مش دي النوعيه اللي عاده الناس بتفكر. مش شكلك. وانا بشوف ان دي جرأة، وبشوف ان دي يعني هو في مخرج تاني عمل معايا كده في حياتي، الاستاذ علي ادريس، لما رشحني في كريم حريم كريم كان حاططني في دور تاني، ولما انا طلبت منه دور معين كان فاضي وافق ووقف جنبي. مش اي مخرج بيقدر ياخد الخطوه دي، ان يبقى عنده الجرأة انه يشوف ممثل او ممثله في منطقه تانيه غير اللي في العادي بيترشحوا اللي بيتقال عليها النمط بتاعها. يعني بالظبط. فانا الحمد لله انا سعيده بده جدا، وبشكر رامي. سالتي استاذ رامي امام يعني ايه اللي خلاك تفكر فيا في الدور ده؟ والله هو رامي شاف فيا ان انا اقدر اعمل ده، لان هو شاف حاجات في يوميات زوجه مفروسه، ولقى لا ان انا عندي امكانيات ممكن اعمل ده، فانا سعيده ان هو شاف ده فيا الحقيقه. يعني وانا حبيت نورا فالنتينو موت، لان هي بنت جدعه، بنت بلد، هي من طنطا، وانا من طنطا. انت من طنطا اساسا. بالظبط. فانا اتبسطت بالدور جدا، وحسيته بنت عفويه وطيبه وعلى نياتها، وفي نفس الوقت شرسه جدا وفيمينن او انثى في نفس الوقت. فالتركيبه عجبتني جدا، ويا رب تكون عجبت الناس. بس طلع منك فعلا يعني افيهات لذيذه جدا ومختلفه جدا، وطريقه اداء وطريقه كلام. يعني قولي لي ده بيحتاج ايه؟ تدريب؟ بيحتاج تتفرجي مثلا على شخصيات بتتعامل بنفس الطريقه؟ بيحتاج خيال؟ بيحصل ازاي انك تلبسي شخصيه هي بعيده تماما عنك؟ بصي، هو طبعا في حاجات كتيره قوي ممكن تتعمل، بس اول حاجه الجايد بتاعك بيبقى السيناريو. السيناريو بيبقى فيه كتير جدا خيال المؤلف طبعا، الاستاذ ايمن بهجت قمر، كاتب مسلسل رائع. فاول حاجه انت بتستشفي الشخصيه عامله ازاي من الورق، وبعدين بتبتدي انت بتتعايشي معاها، بتعرفيها اكتر. عايزه اقول لك انا كنت بكتشف نورا لحد اخر يوم في التصوير. حركات، مسكه التليفون، اخلي صباحها طالع كده، يعني في حاجات تطلع منك تلقائي يا داليا. في حاجات، وفي حاجات انا كان نفسي يبقى ليها، هي كانت بتحلف في كذا موقف، فانا قلت طب ما انا اثبت الحلفان بتاعها وخليه حلفان يبقى على لسان البنت دي. فهي على طول طب قول وكتاب الله، طب وكتاب الله، يعني هي وكنت عايزه حاجه تبقى طبيعيه وفي نفس الوقت لازمه ليها. فاشتغلت شويه، طبعا الشكل بيشتغل عليه الستايلست مع المخرج، بيبقى هما ليهم تصور معين. والحقيقه ملاك ذو الفقار كان ليها، طبعا هي الستايلست بتاعت المسلسل. فحبينا ان نورا علشان تشد فالنتينو لازم تبقى نخشه الوانها حلوه، شويه عكس اللاين بتاع عفاف اللي هي على طول اللي هي مس عفاف. مس عفاف الستريكت، الستريكت نظره المدرسه اللي على طول بتامره كل كذا، ما تاكلش ده، اعمل كذا، فهو حاسس انه عايش في مدرسه، لازم تقدمي له حاجه مختلفه. فلازم، علشان حتى في كان تعليق جالي على الفيسبوك، ايه اللي يخلي فالنتينو يتشد لواحده زي نورا؟ انها يعني من طبقه تانية، مش متعلمه قوي، يعني هي متعلمه بس هي بسيطه زياده عن اللزوم. فالرد ان هي كان فيها حنيه ما لقاهاش عند مس عفاف، لقى الكونتراست. دي علشان يعكسها بيقرا لها شعر شوقي، انما نورا بيرقص معاها على حمو بيكا، فيعني كان في بتقدم له الحاجه المختلفه اللي هي ناقصه في حياته. بالظبط.